بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن المحاضرة التامنة استكمالا للمحاضرة السابعة. بنتكلم how to design blanking branches. المحاضرة اللي فات كنا بنقول how to design blanking branches. اما نبص هنلاقي ما فيش فرق كبير. أول نوع اللي هو الـ small planking branches. مديني رسمة، لو اعتبرنا اللي فوق هو المسقط الأفقي والرأسي واللي تحت الأفقي، فمديني الأجزاء بيقول لي البودي ديامتر إيه اللي هو إيه القطر اللي إحنا شايفينه القطر الكبير إيه. البلانكينج اور بيرسينج بانشز عندي في النوع اللي انا شايفه قدامي بيديني شكل البانش وازاي بيثبت مع الابر شوي. النوع اللي بعد كده لو بصيت للكروس النوع ده هو بقول ان هو زي ما انا شايف عندي بعد A وفي بعد B وفي C. طيب هنا بيكون البنش ارتفاعه اللي هو A وعندي جزء اللي هو C السبيسر. السبيسر ده اما بيكون عندي البنش طويل فانا ممكن اخد
جزء بيبقى على شكل بالمنظر اللي احنا شايفينه، يبقى ده اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا عن البيرسينج بانش والبلانكينج بانش. في عندي جزء تاني بستخدمه اللي هو الاستريبر. كلمة استريبر ممكن اقولها يعني معناها زي ما هنشوف في الرسومات بعد كده، هو جزء بيستخدم لتثبيت الشيت. ليه؟ يعني ايه تثبيت الشيت؟ ما هو الشيت اللي عندي، لو انت تخيلت عندي شنيور وعندي لوح من الصاج وبعمل الاستريبر نوعين اتنين. هنشوف النوع الاول اللي هو الفيكسد، وضع على الرسم الشيت اللي هو المظلل وبعدين اللي هو كاتب عليه ستوك استريب، وعندي ادي البانش والفيكسد استريبر. النوع الثاني اللي هو بيسميه السبرينج لودد ستريبر، هو زي النوع اللي فات بس زي ما انا شايف مكتوب عندي ستريبر بليت وستوك ستريب. يبقى الستوك ستريب اهي زي اللي فات زي الفيكسد. ايه اللي زاد الرسمه دي عن الرسمه اللي فاتت؟ هو وجود ستريبر بليد. طيب لو انت تخيلت البنش بينزل، يا ترى هينزل فجأة ولا هيمنعه السبرينج؟ هيمنعه السبرينج. يبقى السبرينج ده بيعمل عملية إخماد، عملية إخماد. إذا في هذه الحالة هيبقى عندي اما ينزل البنش هينضغط السبرينج في مشوار الرجوع.
طبعا واضح دي كلها رسومات هي بتؤدي إلى نفس المعنى. الجزء اللي هو المنقط اللي واخد علامة إكس ده سماه الاستريبر، وزي ما قلت هو الغرض منه هنا برضو نفس الحكاية. برضو هنا مستخدم ده الحقيقة هنا اداني رسمة مفصلة بتحتوي على البانش والستريبر والشيت والداي او الداي بلوك او الداي شوي، مكتوب على كل جزء. الجزء واضح، الجزء اللي هو بيقول عليه الستريبر بولت ومد عليه اشارة اللي هو المسمار ده، وعندي السبرينج اللي هو الياي ده، والستريبر لو انا بصيت لتحت ده حلق ايه اثناء مشوار القطع يعني والبنش بيتحرك. هنا برضو شكل من اشكال الفيكسد ستريبر اللي هو سماه هنا على شانل تايب ستريبر. ايضا اداني نفس دي رسمة مبسطة جدا بتبين الفيكسد ستريبر، الجزء اللي فوق اللي هو البانش، اللي تحت اللي هو الستريبر، وادي الشيت. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده هتكلم عن المحاضرة التامنة استكمالا للمحاضرة السابعة. البايلوت تايبس، انواع البايلوت باختصار بسيط جدا، انا عندي نوعين اتنين للبايلوت.
دايركت وان دايركت. الدايركت ده بيبقى عبارة عن البايلوت مثبت في مقدمة البانش، فهو الأول بينزل في الوضع الصحيح. أما الاندايركت فبيبقى فيه الشيت اللي أنا بشتغل عليه ممكن يكون فيه توب سبق عمله، فبينزل فيه البايلوت يثبته بحيث يظبط الالاينمنت مع الجزء المراد ان عمل بلانكينج او بيرسينج فيه. طبعا دي اشكال مختلفة لكيفية تثبيت البايلوت. الجزء اللي قدام ده اللي هو عبارة عن البايلوت، وعند الجزء اللي متهشر اللي هو عبارة عن البنش. طبعا دي رسومات كلها بتوضح كيفية تثبيت البايلوت مع البنش. هنا ايضا نفس الطريقة بيوضح فيها هنا شكل النهاية بتاعي البايلوت وكيفية تثبيت البايلوت مع البانش مع البانش هولدر. ايضا اداني نفس دي رسمة مبسطة جدا بتبين الفيكسد ستريبر، الجزء اللي فوق اللي هو البانش، اللي تحت اللي هو الستريبر، وادي الشيت، وهنا الستوك زي ما انا شايف اهيت اللي هنا متشرة في اتجاه الايه العكسنج. نفس الفكرة بس دي فكرة مبسطة او رسمة مبسطة عن الفيكسد الستريبر. الريكتانجلر بايلوت وده بيستخدم او حسب الوظيفة المطلوبة. النوع الرابع اللي هو الكات اوف بايلوت ده بيستخدم في التول المتقدمة اللي هي البروجريسر. النوع الخامس اللي هو الكونيكال بايلوت وده بيكون كونيكال بايلوت اما يكون المطلوب عندي شورتر بروفايل. النوع السادس كما هو موضح بالشكل. التايب اوف ماونتنج اوف بايلوت اللي هي طرق او انواع تثبيت البايلوت. تثبيت مع البنش، الرسمة الاولى بتستخدم في حالة اللو برودكشن مع اللو سبيد في عملية البلانكينج. النوع الثاني ده بيبقى ايضا بيستخدم عشان بيمنع خطورة سقوط البايلوت لأسفل اثناء عملية التشكيل. النوع اللي انا شايفه اللي هو ريموبل بايلوت ده بيستخدم في حالة ما يكون البنش لا يحتاج الى عملية تجليخ.
النوع الثاني بيستخدم لما يكون فيه خطأ أو بيحدث خطأ مع الستوك الكبير أو الهيفي ستوك. النوع الثالث بيستخدم في حالة الهاي برودكشن، يعني الماس برودكشن.